لذلك قالوا أنت من خوف المرض في مرض. يعني أحياناً تأتي أمراض القلب من الخوف من مرض القلب. أنت من خوف المرض في مرض، ومن خوف الفقر في فقر، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أنت من خوف التهديد في مرض، من خوف شبح الحصار الاقتصادي في مرض، من خوف شبح الاجتياح في مرض. هي كل أمراض الإنسان الآن يتحمل من الضغوط ما لا يحتمله إنسان في عصور سابقة. لذلك ما في حل إلا التوحيد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. ما في حل إلا أن ترى أن أمرك بيد الله، وأن الذي خلقك لن يسلمك إلى أحد غيره، إليه يرجع الأمر كله فاعبده. ما لم توقن أن أمرك وسلامتك وأهلك وأولادك ورزقك وصحتك بيد الله، أنك إذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا عبدت الله أنشأ الله لك حقاً عليه ألا يعذبك. هذه المعاني الناس في أمس الحاجة إليه. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.